السلام عليكم، مساكم الله بالخير. في موضوع أنا سبقت تكلمت فيه، اللي هو موضوع استخدامات المضادات الحيوية. عالميا الآن صار في توجه إنه الحد بشكل كبير جدا من استخدامات المضادات الحيوية، طبعا في الحلال في الحيوانات، وطبعا لها أسباب كثير، يعني أسباب يعني إنه صار في مقاومة للمضادات الحيوية من البكتيريا، برضو أثرها يجي حتى على البشر اللي يستهلك لحومها، اللي يستهلك ألبانها. ففي توجه كبير جدا عالميا الآن للحد من استخدام المضادات الحيوية، وإحنا إلى الآن للأسف نستخدم المضادات الحيوية بشكل عشوائي، وواضح للكل استخدامنا العشوائي للمضادات الحيوية. على سبيل المثال، إحنا نستخدمها في كثير جدا من أنواع الإسهالات اللي ما تحتاج مضاد حيوي. الإسهالات الغذائية وهي السائدة في الإسهالات للبهم ما تحتاج مضاد حيوي، وإحنا للأسف إلى الآن نستخدم المضادات الحيوية في علاجها، حبيب البهم، الأفتريل، الأشياء هذه. وأساساً الإسهال والنوع هذا من الإسهال ما يحتاج، بالإضافة إلى أننا نستخدم إما الجرعة أقل أو أعلى، أو نستخدم فترة أقل من الفترة اللي محددها لنا الدكتور. يعني مثلا قال لي 3 أيام استخدمها يوم وتحسنت الحالة وخلاص وقفت، وهنا يؤدي إلى نتائج عكسية، إنه البكتيريا تصير تقاوم المضاد الحيوي هذا. والأدهى والأمر من هذا كله إن نستخدم المضاد الحيوي للحيوانات السليمة، ويقول لك على أساس وقاية. يعني البهم أول ما يولد نلاحظ كثير جدا يستخدم مضاد حيوي، يعطيه إما حبيب البهم. لا، وصلنا الآن إلى الأكسيد، يعني يا أخوان وصلنا للأكسيد، وصلنا للدركسين، وصلنا للزبريفو، هذه كلها يقول لك استخدمها كوقاية للبهم، أعطي شرطة أو شرطتين أو 3 شرطات للمولود أول ما يولد. صراحة هذا ضغط على المواليد، هذا إجهاد على المواليد. إلى الآن الكلى والكبد اللي يتم يعني تخلص الجسم من المضادات الحيوية عن طريقها في المواليد ما اكتمل نموها، الكلى والكبد ما اكتمل نموها، وأنت تضغط عليه بمضاد حيوي زي هذا، تركيز عالي جدا جدا، تركيز عالي. فأنا أشوف إنه استخدام في غير محلة، وعلى العكس إنه نتائجها وسلبياتها أكثر بكثير من فوائدها. وممكن جدا انك تستغني عن هذه الامور، انك تجرع او انك تخلي المولود اول ما يولد يشرب لبا، يحصل على اجسام مناعيه جاهزه من الام، مناعه من الام لمده 2 شهر تكفيه او 1.5 شهر. ممكن تعطيه عصارات رافعه للمناعه، وفي انواع كثير في السوق. ممكن تعطيه الهاسلينيوم اللي احنا نسميه حق الرخاوه، ممكن تعطيه جرعه او جرعتين بينها يوم او يومين. والمضاد الحيوي تستغني عنه، ما له أي داعي نهائيا. يعني هذا الاستخدام العشوائي أدى إلى نتائج كثير عكسية في حلالنا، وأدى إلى أن نستخدم المضادات الحيوية في حالات المرض ما تجيب نتائج بسبب استخدامنا العشوائي هذا للمضادات الحيوية.